في مرة من المرات القديس الأنبا تشوي صام 20 يوم، صوم بجد يعني صوم انقطاع. وبعدين هو بس بيبص من الطاقة بتاعته لقى راهب شاب صام يوم واحد وماشي متدروخ هيقع في السك. فقال لي ربنا ايه مكافئته الشخص ده اللي من يوم واحد ماشي متدروخ؟ قال له زيك انت بالظبط اللي صمت 20 يوم. ليه؟ لانه لو كان اعطي النعمة التي اعطيت لك كان قدر يصوم 20 يوم. فالانسان اللي اخذ نعمة كبيرة مطالب باشياء كثيرة، واللي اخذ نعمة على قده مطالب على قده. ربنا عارف ايه مدى قدرتك